الباب السابع والأربعون ومئة. باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. رواه الترمذي. قال الألباني: إسناده ضعيف.